خلينا نتكلم عن سلبيات يوم العيد. يوم العيد هو يوم للفرح، هو يوم لوحدة الصف، هو يوم لكي يلتقي فيه المسلمون على قلب رجل واحد، يتجدد الإيمان في قلوب المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة بفعل والسلام. هذه اللحظات الشريفة التي تمر من أيامنا ومن أعمارنا. يوم العيد هو يوم للفرح، فلاقي من الأهم السلبيات التي يجب أن احنا ننبه عليها. أول حاجة، ناس تنام وما جيش تصلي العيد للأسف الشديد، أو تيجي تصلي وأول ما الإمام يقول الحمد لله أو الله يقوم كأنك حط شوية عصافير داخل قفص وفتحت الباب، كله ينطلق إلى الشارع. يا جماعة ده لحظات ربما لا تتكرر وأنت في معية أحكام الحاكمين وفي ضيافة رب العالمين وهو الله جل وعلا. السلبية الثانية اللي احنا بنقول عليها، لا، الرجل يصلي العيد وبدل ما يروح يهني الأحياء يصر على أن يذهب للقبور وكأنها سنة متبعة، وهذا من الأمور المكروهة. يكره ان انا اجي يوم اخصص يوم العيد ان انا اروح المقابر. ليه؟ لان المقابر عندك طول السنه. انا مش فاهم ايه القضيه، ايه الربط اللي يخليك يقول لك انا رايح اعيد عليهم. لا، ها يعني لو انت هتعيد من باب اولى بقى عيد على هؤلاء الاحياء، لان مفيش حاجه في الاسلام اسمها انا رايح اعيد عليهم. في حاجه اسمها ان زياره القبور شرعت، هم بعيد تماما عن امور الدنيا. بالضبط، لا تجري عليهم احكامنا، يعني خلاص هم أصبحوا في كنف الله وفي رعاية الله سبحانه وتعالى وهو أرحم بهم من زيارة القبر شرعت للتذكرة وللعظة. بعض الناس بيتخيل أنه لو رايح حتى يدفن حد يقوم جاي لك فول الصف، فالراجل صاحب الميتة يسلم عليه يتضير يقوم رايح له. ليه؟ علشان يقول له أنا هنا جيت لك. لا، أنت ما جيتلوش. يجب عليك أولا أن تذهب إلى واجب العزاء بنية أن تتعظ وبنية أن تدرك أنك ستمر بتلك اللحظة، وعليك أن تأخذ منها العبرة والعظة ليوم لقاء العلي الأعلى وهو الله تبارك وتعالى. يبقى من العادات السلبية التكالب على زيارة القبور، ونسيب البيوت فاضية، ونسيب الستات قاعدة لوحدها، ونسيب الأحياء، ولا فيش نوع من أنواع المرح والسعادة، ويروحوا بقى في القبور يصوتوا ويكون لسه الميت ميت قريب فتلاقي الصراخ والعويل. لا، وفي ناس لو فعلا عندهم حد متوفي في الايام الاخيره في شهر رمضان فيقول لك احنا لا ما احنا ما عندناش عيد، ما عندنا عيد. يقول لك مش هنحتفل بالعيد. طب ليه مش هتحتفل بالعيد؟ يقول لك اصل ده عيد اول عيد للميت، ده عيده، عيده منين؟ لا يا جماعه، يجب علينا ان نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. ائتمننا الله تعالى على حمل امانه الدين، يجب ان نفرح. يا جماعه احنا امه أحوج ما تكون إلى الفرح. صحيح، أمة الله بيطبطب عليها النهاردة وبيقول لها يعني أنتوا أديتوا أداء حسن، مساجدكوا قدرت أن هي تبقى عامرة بالمصلين، شوارعكوا اتفرشت. يعني من الحاجات المفارقات الجميلة، لا السجاد مقضي ولا الحاجات الملحقات بتاع المسجد، بنبدأ نشتري حصير ونفرش الشوارع ونفرش الميادين، كلنا زينا قلوبنا وزينا بيوتنا وزينا دنيانا بطاعة العلي الأعلى وهو الله تبارك وتعالى. ربنا يتقبل يا رب من لله ولرسوله. كل سنة وحضرتك بألف خير يا شيخ إبراهيم، نورتني، وأشوفك على خير إن شاء الله جميعاً بإذن الله. كل سنة.